جامع الأحمدية. جامع الأحمدي أو مدرسة الأحمدية أو جامع الأحمدية، والذي يسمى بجامع الميدان، وهو من مساجد بغداد الأثرية القديمة، يقع في جانب الرصافة شرق ساحة الميدان. ولقد بناه أحمد باشا نائب سليمان باشا الكبير عام 1796 للميلاد، وسمي الجامع نسبة إليه، ولم يتم عمارته فقتل عام 1210 للهجرة. ثم جاء أخوه عبد الله بك فأتم عمارة الجامع بعد عام تقريبا، وبنى المدرسة الأحمدية. ولقد جدد بناء المسجد عدة مرات، وأهمها التجديد الذي شمل القباب والواجهة الأمامية، وذلك من قبل ديوان الأوقاف، واستمر البناء والتعمير قرابة 5 سنوات حتى نهاية العام 1976 للميلاد. ولقد حل هذا الجامع في موقع جامع القصر الذي بني في زمن الدولة العباسية آنذاك، وتبلغ مساحة الجامع حوالي 2600 متر مربع، وللجامع رحبة وساحة واسعة ومصلى مرتفع عن الأرض وأمامه رواق، وعلى يسار الداخل إلى الجامع مصلى صيفي، وعلى المصلى قبة شامخة بنيت بالحجر الكاشاني المنون وقطرها 11 مترا، وفي جانب القبة منارة ومئذنة عالية ملونة بالأحجار الكريمة. أما مدرسة الجامع فهي مدرسة علمية سميت بمدرسة الأحمدية، وقد درس في المدرسة علماء أعلام، ولها شهرة في بغداد، وآخر من درس فيها هو العلامة السيد يحيى الوتري، ومن بعده ولده محمود الوتري، وهما من عائلة بغدادية معروفة، ولهم مجلس علم في جامع الخلفاء قرب سوق الغزل في العاصمة بغداد يسمى مجلس آل الوتري. ثم درس في المدرسة الشيخ عبد العزيز بن أحمد الشواف، ومن خطبائه المعروفين أيام الدولة العثمانية ملا طه القرغلي جد نور السعيد. ومن الآثار الخطية القديمة هي لوحات على جدران المسجد كتبت فيها آيات من القرآن الكريم بخط الخطاط سفيان الوهبي، والذي توفى عام 1850 للميلاد، ثم دفن في باحة الجامع.